حياكم الله اخواني في برنامجكم مستر مصلز، حلقه جديده وجهاز جديد. الجهاز هذا راح نشوفه موجود بكل انديه، جهاز جدا قيم وايد حلو ومهم. راح نشوف شنو اسراره وليش حاطين القفضات هذه الموجوده المشكله بهذا الشكل، وليش الكرسي يصعد فوق ينزل تحت. هذا راح نشوفه بهذا الجهاز. كابتن سيد تفضل. احنا طالما قاعد نتكلم عن البيطان فلازم الكرسي يكون عالي. اذا بتلعب بيطان الكرسي يكون عالي، ومثل ما شفنا لما نتكلم عن البيطان اللي متابعنا في الحلقه اللي مضت، ان اذا كان سحب عمودي على خط جسمك فانت تعطي ثكنس الضخامه، اذا كان سحب راسي انت قاعد تفتح البيطان الظهر. طالما ان هذا التمرين راح يكون حركته، خلينا نشوف كابتن، امسك الصوب كابتن، اسحب. فطالما نشوف حركته عموديه على جسمك وليست راسيه من فوق لتحت، فاذا هو هذا التمرين حق الثكنس، تمرين للثكنس الضخامه، ضخامه الظهر. زين كابتن، مسك المسكه الضيقه بهذا الشكل. المسكه الضيقه بهذا الشكل اذا انت حريص على عضلات الموجوده داخل العمود الفقري. وين العمود الفقري؟ الفقرات الداخليه كلش، هذه تشغلها لك القبضه بهذا الشكل. زين طبعا كابتن استخدم ايدين مره واحده، ممكن استخدم ايد مثال ايد واحده. شوف ايد واحده، تركيز فوكس يصير على عضله واحده، لما ينتهي من تكرارات يروح العضله الثانيه. زين شفنا القبضه وين كانت؟ ضيقه ونازله تحت. زين خلينا نشوف نفس الحركه ولكن قبضه فوق تحت، بس اقصد وسيعه. اي نعم كابتن، هذه القبضه اوسع من اللي راحت توسع. شو الفرق بينها؟ ان هذه حق العضلات الظهر اللي بعيده عن عمود الفقري، بعيده عن عمود الفقري. هذه لان الكوع ما يروح بعيد لابعد حدود، مو مثل الضيق، الضيق الكوع يروح بعيد. اذا الكوع تروح بعيد وايد انت قاعد تعصر العضلات وتشغل العضلات الداخليه. بهذه الطريقه مستحيل كوعك يروح نفس بعد لما تكون انت ماسك لهني، فبالتالي انت قاعد تشغل شوي الخارجيه ما تشغل عضلات الداخليه. انزين واحد يقول لي كابتن ايش حق هذه الفوق؟ الفوق هذه الموجوده او حتى هذه هني تستخدمها اذا انت ما تلعب بيطان، تبي تلعب اكتاف. تلعب اكتاف كابتن شو تسوي بالكرسي؟ لان الفكره كلها ان بالكوع، كوعك اذا راح فوق بهذا الشكل حركتك بهذا الشكل انت قاعد تشغل اكتاف. امسك فوق كابتن. ايوه الكوع طبعا الكوع يكون فوق. شوف الله الحركه هذه، انت قاعد تشغل كتف خلفي مو بيطان. طبعا البيطان قاعد يشتغل معاك، العضلات تسال قاعد تشتغل معاك، ولكن شغلها مو اساسي، شغل ثانوي، ولكن الحركه هذه انت قاعد تشغل كتف خلفي شغل اساسي. لاحظ كيف؟ بهذه الطريقه. زين طبعا الكرسي لازم ينزل تحت، ليش؟ البيطان ليش صعدنا الكرسي فوق؟ صعدناه عشان الكوع نبيه ينزل تحت. الكرسي فوق الكوع ينزل تحت حق البيطان. فهذه طريقة العمل الجهاز، وهذا الجهاز جدا قيم على حسب حاجتك. شوف انت شنو تبي؟ تبي واسع، تبي ضيق، طبعا واسع حق الخارجي وضيق حق الداخلي، او تبي انت للاكتاف، او تبي انت للبيطان، بالتالي انت تتحكم بالكرسي. فاذا الكرسي ما له دخل، واحد والله صغير، واحد طويل، ما له دخل ابد. انفاصل نرجع لكم ان شاء الله. بروتين الكازين ايضا من البروتينات اللي تغذي العضله، لكن يختلف عن الباجي ان عمليه تغذيه العضله تكون ابطا شوي، تتم من 6 إلى 8 ساعات، وافضل اوقات للبروتين انه ياخذ قبل فتره النوم، الفتره اللي يبني فيها الجسم واللي يتم فيها افراز الجروث هرمون وانت نايم. حياكم الله اخواني مره ثانيه. قبل الفاصل شفنا التمرين شيء، والحين شيء ثاني، وسر من اسرار الظهر وتمرين يسمونه المنشار. المنشار من افضل تمارين العزل، تمارين العزل. يعني شو تمارين عزل؟ تمرين عزل هو استخدام ايد وحده او رجل وحده، مو ايدين ولا ريولتين. ليش؟ لان مرات تكون عندك عضله اكبر من عضله ثانيه. شلون تتغلب عليها؟
دام تمرن في نفس حركة يعني يتين مع بعض ولا بيولتين مع بعض راح يثنين وينمون بنفس النمو بهذا الشكل. شلون اتغلب على هذا الشيء؟ انه يصير تمرين العزل. تمرين العزل انه يستخدم اليد او ريول العضلة ضعيفة انا استخدم فيها التمرين. فالمنشار مثلا واحد منهم الكابتن مثلا يسوي حركة المنشار، المنشار بالفعل كأنك قاعد تمسك منشار وتنشر خشب. سو كابتن حركة المنشار بالدامبل، الدامبل طبعا يعني تختار وزن المناسب، فالوضع بهذا الشكل الريول فوق الكشن وإيدك مسند إما صوب ولا صوب ثاني، الوضع اللي ترتاح له في قضية تسنيدة ريولك إيدك على وريولك بعد على الكشن، يبقى ريولك هنا ثانية بالأرض حق السبورت حقك حق قوتك. إنزين لاحظ التمرين هذا إن الكابتن يسحب الدامبل إلى تقريبا عند الحوض، عند الحوض قاعد يسحبه وينزل. هني التمرين هذا عمودي على جسمك، فهو يركز على مناطق عضلات الداخلية أكثر. كل ما يسحب كوع أعلى كل ما تركز على داخل أكثر، كل ما تسحب كوع إلى نص يعني ترمن لهني كل ما تركز أنت على الخارجية أكثر وأكثر. هذا الفرق ما بينهم. إنزين يبقى الحين نشوف بعض الشغلة الناس متعودة تسويها وهي أخطاء. مثلاً الكابتن مثلاً راح يجيب دامبل قدام حيل، لاحظ كيف اسحب كابتن، دائما لما ينزل تلاقي يروح قدام حيل بهذا الشكل. انت مو قاعد تستخدم بيطان، اوكي انت قاعد يعني جزء منك قاعد تستخدم بيطان، ولكن انت قاعد تستخدم بتحت قاعد تستخدم كتف الامامي، لود على كتف الامامي مش حقه، انت ما تبي كتف امامي انت تبي بيطان. هذه نقطه، فتخلي دائما تخلي الكوع الدامبل خله فوق كابتن، اصعد فوق وانزل. لما تنزل وين الجاذبيه؟ الجاذبيه تحت، الجاذبيه مو قدام، الجاذبيه تحت. فاذا حركه الرزق يتبع مثل ما قال كابتن، قال لي قبل تصوير قال لي ان حركه الرزق تتبع الكوع، وهذا بالفعل هو صح. زين لان اذا انت سحبتها لصدرك اسحب كابتن لصدرك، الحين في ناس يسحبون لصدر، انت قاعد تستخدم قاعد ضيق الزاويه، قاعد تستخدم بايسبس. حق تستخدم بايسبس، احنا ما نستخدم بايسبس. زين في بعضهم يجيبها بعيد كلش ابعد من الحوض، فكانه قاعد يستخدم ترايسبس، يسوونها كيك باك، احنا ما نستخدم كيك باك عضله ترايسبس. فاذا افضل شيء حركه تكون عضله عموديه، هذه طريقه احنا نستخدمها. زين اذا انت بتستخدم اوزان ثقيله حيل مو وزن مثل هذا خفيف، ما ينفع تحط ريولك بهذا الشكل. يا كابتن لاحظ تسند كابتن بهذا الشكل، لاحظ كيف؟ اي نعم اسحب. هذا اذا بتستخدم دامبل كبير بتروح تمارين يعني وايد ثقيله، هذه الطريقه احسن لك واسلم من طريقه اللي تحط ريولك فوق. الوضع الثاني اللي يكون على المسرح، الوضع الاساسي الثاني الفرونت لات سبريد اللي هو سحب بيطان امامي. سحب بيطان امامي الحكم محتاج نفس الحركه، الوضع سحب البيطان يعني هو بيشوف عضله البيطان. في ناس ما تقدر تتحكم بعضله البيطان فما يشد العضله، يعني تلاقي حاط ايده صح لكنه مو شاد العضله. لا انت لازم قدر الامكان تحاول انك انت تقدر تفتح عضلات ظهرك على اساس تبين من قدام الصدر، الاذراع، الوجه مثل ما قاعد نشوفه ما يكون مرتفع لفوق، لا يكون نازل بمستوى نظر صحيح. الاساسيات اللي احنا دائما نركز عليها، ما يرجف، ما يتنفس من بطنه، يكون ثابت ما يهتز، وما يكون ثاني جسمه وايد. الرجلين دائما يكونون بوضع مستقيم، الرجلين دائما يكونون بوضع مستقيم، يعني ما ينفعني انا افتح فرونت لات سبريد واكون مبطل ريلي، لا كاساسيات وضع صحيح الرجلين يكونون لازقين جنب بعض واكون واقف بالوضع هذا اللي احنا شايفينه. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، يعطيكم العافيه.